مرحبا رامي، نادي فرحانه بوجودي في ديوان فام وخاصه جديد. ان شاء الله تتعدى حصه اخونا ونكونوا خفيف بال على المستمع ان شاء الله يا ربي. دونك شو اسمه الموسيقى، ما خليني نقول فما غيبه مديده كبيره وكانت فيها انتاجاتك قليله، ولكن بعد رجعت بقوه. زوز غنيات في تقريبا شهر، هذه نفحه والا صحوه؟ لا نفحه لا صحوه، مالا؟ على خاطر هو اصلا ماهيش مقله، بالعكس انا اكثر الفنانات الناشطه والمجتهده اللي تخدم برشا، وكل عام لازم يكون فما انتاج. انا عامناه 2020 هو عام الكورونا، نقولوا احنا برشا ناس معناها ما كانش ممكن لهم باش ينتجوا باش يبقوا باش يعملوا انتاجات جديده. عملت اغنيه على باب الله كليب، وعملت سلسله من الابتهالات في شهر رمضان، يعني لازم باش يكون موجوده في كل عام بعمل او زوز او حتى شويه بالريتم اللي موجود توا. ماهوش شويه، على خاطر هذيك هو معدل معناها الانتاجات في العام، كي تعمل ستاتيستيك وتشوف الفنانين فاش قاعدين ينتجوا. يعني الفنان في تونس ما ينجمش في عام يعمل اكثر من 3 اعمال، لانه الكليبات والاغاني تسجيلها مكلف جدا، وفي صوره انه الفنان ما يخدمش وما يعملش حفلات، تعرف اللي معناها عام الكورونا ما فما عروسات لا فما حفلات لا فما مهرجانات لا فما حتى شيء، معناها ما كل الوقت نقعد نتفرج ما ينجمش اصلا. حتى كان عندك رغبه باش تنتج باش تعمل انتاجات جديده، الامكانيات والوضع معناها الاقتصادي العام تاع البلاد ما يسمحش. دونك انا عملت تحدي في اني معناها مع الصعوبات هذه الكل كنت موجوده بالانتاج الجديد، وهذه حاجه عاديه عندي انا معناها من سنوات، معناها كل عام لازم يكون عندي اغاني جديده. دونك الاغنيات باش نسمعهم الاثنين، والكليبات الناس اللي تسمع فينا تدخلوا تشوفوهم على شان يوتيوب شهر زاد هلال. في الاغنيات الاثنين الجدد ما نعرفش كان تبعت التعليق، يتقال كونه شهرزاد في لوك جديد تغيرت قاعدة تواكب 2021، ترضي قاعدة في الجمهور وإلا ترضي الفنانة اللي فيك في التغيرات هذية؟ الاثنين يلزم الفنان يرضي الجمهور، شيء أكيد، معناها خاطر احنا لشكون قاعدين نقدم فيه هالإنتاج هذا للجمهور. دونك طبيعي باش يكون فما معناها الاستجابه لرغبات الجمهور. الجمهور يحب يشوف الفنان ديما متغير، ما يحبش يشوفه في هيئه واحده وفي لبسه واحده وفي ستيل ميوزيكال واحد، معناها لابد انه ينوع واحد من الناحيه الموسيقيه في الاغاني في الجونغ ميوزيكال اللي يغني فيه، وكذلك حتى اللوك زاد مهم برشا باش الفنان معناها يحدث نوع من الشوك معناها للمشاهد. هو خلينا نحكيو بالنسب، فما الفنان اللي خرج برودوي يقول هذا ليانا، هذه الاغنيه ليانا للهبله الفنيه نتاعي، وفما اللي تكتك يقول هذا للجمهور. غدوه تو نعمل اغنيه ليانا. لقينا ديما ليانا. ديما اللي كان صراحة نقولها ديما اللي أنا، خاطر في اختياراتي ركزت، يعني كي تشوف الريبرتوار نتاعي تلقى مجموعة كبيرة من الأغاني كلماتي وألحاني. معناها حاجة فيا أنا خرجت من روحي، حبيت نشوفها على أرض الواقع، معناها كيفاش باش تطلع مع الفرقة بالتسجيل بالكذا. يعني في أغلب الأحيان كنت ديما نحب نرضي روحي موسيقيا. بالنسبة للوك شيء طبيعي، واحد باش يتبع الموضة اللي سائدة معناها واللي خارج في العالم أجمع، شيء طبيعي باش واحد يكون مواكب للموضة. معناها حاجه تغيير كان على مستوى الشكل او على مستوى المضمون، المضمون اللي معروفه به شهرزاد هلال واللي كان ديما تدافع عليه انه التونسي الاصيل الى اخره. فالتغيير من كان بالضبط؟ في على كل شيء، على جميع المستويات، حتى في المضمون زيدا، كما اغنيه على باب الله معناها بالنسبه لي انا تسمى ثوره، اني عملت معناتها سيكونس نتاع راب في الانترفونسيون راب في الغنيه نتاعي، معناها تسمى يعني تمرد. شوفوا انا مني معناها تمرد على شهرزاد، على شهرزاد وعلى الثوابت نتاعها، على بون مش ثوابت، هو يعني الراب موسيقى نحبها انا وعندها معناتها عندها معناها الكبارات نتاعها والناس اللي نجحوا فيها واللي عندهم صيت عالمي، معناها شيء اكيد، معناها موسيقى محترمه جدا، و يعني انا باش ندخلها في موسيقتي وباش ننسبها لوتري او نعمل فيزيون باش نحاول نجيبها ليا باش نحاول ندخل في العالم نتاعها ونزيد نفهمها اكثر. هذا تكتيك. تكتيك اكيد. في التكتيك، لوين نجموا نوصلوا في التكتيك هذايا؟ معناها اليوم وارد راينا شهرزاد في ديفيت مع دي رابور. كيفاش؟ وارد نشوف شهرزاد في اغنيه مشتركه. خليني نكمل الجمله. في رابور بور، على خاطر توا اللي فيت اللي نشوفوا فيه ما هماش راب برشا. رابور
رابر بير. مثلا الرابر اللي تعاملت معها في علي بالله هي رابوز بير معناها, واصلا اختصاصها في الهيب هوب وعندها ابداعاتها وتعيش في فرنسا وتشارك مع مجموعات موسيقيه كبيره وتشارك في مهرجانات دوليه اللي هي ميدوزا. اخترت تكون مراه معايا, مش حكايه فيمينيزم ولا حاجه, ولكن خاطر شفت فيها معناتها تناولها المواضيع مهمه, قضايا انسانيه على مستوى الكلمه زاده. يهمني برشا ان تكون كلمه يعني تنجم واحد يسمعها العائله. هذا هك شفت انت جبتني لمربط الفرس. معناها انا كي نتخيل نجم نتخيل شهرزاد هلال وكلايبي بتجي مثلا في عمل. علاش ليه اذا كان بكلاي تاخذه كيف ما هو, مش كلاي نطوعوه لشهرزاد. كلاي الجارح اللي هاجم ما يسالش لما ما يكونش قد جست مع خاطر نحب نتعامل معاك لاي بي بي جي على خاطر شفت انه قدم لي الاضافه. اذا بالحق قدم لي الاضافه ونشوف انه العمل فيه انسجام وفما اغموني وفما تكامل, اكيد معناتها الناحيه الموسيقيه هي باش تجي باش نتعامل معاها. بخلاف كلاي باش كنت تخمم واحنا نحكيو هكا. والله شو نقول لك, هي تجربه راهو اني نعمل فيزيون ما بين الراب والوتري او اي اغنيه فيها حتى اسطنبيل وفيها حتى الحضر. حبيب الله حكينا عليها برشا على غير ما سمعناها, لكن معناها هي تجربه معناها تنجم تتواصل تنجم تتواصلش. انا وكيما قلت قبيله الكيف نتاعي والاهواء الموسيقيه نتاعي وانت جبدني فهمت. باهي والتكتيك تعرف توا ولازم تكتيك الفني. اوكي القيمه الفنيه الكلمه اللحن التوزيع التصوير الكليب, ولكن اليوم ولا طاغي على بقيه المعايير هو الارقام. عندك هاجس الارقام هذا كي تهبط اغنيه تقول انا نحب نعمل المليون في شهر, انا مطالبه في الاغنيه هذه عملت 800,000, الاغنيه اللي بعدها لازم نعمل 1,200,000, والا لا شهرزاد بالنسبه ليك انا نخدم حاجه انا مقتنعه بها, اذا مشات مشات ما مشاتش طالي بعدها تمشي. هو ما ينجمش يكون هاجس يعني مش حاجه, خاطر كلمه هاجس حس كان ولي مرض نفسي ولا حاجه, انه واحد يلزم يوصل للمليون والمليون و 1,500,000. انا ما عنديش الهوس هذاك, ما نسمحش انه يكون موجود اصلا. انا نخدم خدمه مزيانه ونعمل فيها شروط ومقومات العالميه الكل, على خاطر توا اذا كان ما توصلش انت عالمي في الكليب نتاعك ولا في غناتك ولا حتى في عرض الموسيقي نتاعك ويكونش معناها حاجه متميزه وفما مقياس نتاع جوده متواجد معناها زايد معناها وانا حريصه جدا نكون فما جوده في اعمالي. تعتقد النوعيه هذه من الاغاني تبيع؟ نوعيه شنو؟ انا هي الاغاني اللي نعمل فيهم عامه معناها. لا لا الاغاني اللي انت تفضل انك ترك فيها موسيقى اخرى كما الراب الى اخره باش تبيع اكثر باعتبار انه ممكن مش باش نبيع اكثر ولكن تكون موجوده في خضم الموجه العالميه نتاع الموسيقيه العالميه والموجه الفنيه الموجوده. بالضبط. توا اغلب الفنانين يخدموا برشا على الفيزيون. معلش انا انت روحي كذلك, هي من الاول انا كيف لحنتها وعملت لها كلمه نتاعها وقدمتها في حفلات لايف كانت على مستوى يعني تخت هكا جو وتري فقط. من بعد كي جيت باش نوزعها حبيت نخرج بها من الى اجواء اخرى. انت حبيت ساعه ولا قاعدين يدزوا فيك؟ خاطرنا نحس اللي قاعدين ندزوا فيك للتغيير هذا. لا 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 بالعكس, انا شوف انا بحكم معناها خدمتي وكاستاذه في الجامعيه في المعهد الموسيقى في تونس واطلاعي على معناها موسيقات العالم نسمع انا وتعجبني العديد من الانماط الموسيقيه تعجبني, نشوف انه معناها كيف باش نمشي العوالم الموسيقيه اخرى ونجبدها ليا ونجيبها الفني, نشوف فيها بحث نشوف فيها تكوين ليا انا زاده, خاطر الواحد يقعد طول عمره يتعلم, مش معناها راه تعلمت وتحصلت على شهاده يعني انتهى, بالعكس يعني انا كي مع انماط اخرى ونجربها ونجرب نغنيها ثراء ليا انا ولتجربتي الفنيه. الكلمه الحرشه اللي موجوده في الراب تعتبرها تعبيره فنيه والا تعتبرها فسنات نشاز مش مسموح بها معك؟ شوف بالنسبه للفن ذاك اذا كان نجاوبك من منظور الفنان تاع الراب في نفسه. خليني نقول لك حاجه واحده من منظوري انا, خاطر انا شنو نحكي؟ نحكي كي ناخذ الراب ناخذه كيف ما هو مش نعدلو ونداتي. فهمتك علاش نعدلو, يعني مش ضروري انه الراب يكون فيه كلام معناها نابرة او تنجم توصل المعلومه نتاعك بكلام لطيف, ولكن بيسكو معناها اغلب الفنانين نتاع الراب يعني ينحدروا من اوساط شعبيه ويحسوا روحهم ولد الحومه وكذا, وهي معناها فما جو معناها نتاعهم يمكن انا ما فهمش فيه برشا, لكن هي طريقتهم في التعبير دونك مسموح لهم جائز لهم يتكلموا باللغه اللي هما ينجموا معناها توصل لهم نتاعهم فهمت, حقهم والفن هو حريه ولا تكره معك جاي زلم معناها اليوم نقول انا شعر اغنيه مشتركه. لا
ترفض؟ نرفض صراحة ما نحبش يعني خاطر نعش هاني قلت لك أنا نفضل أنه فني يكون على درجة معينة من المستوى الأدبي على الأقل. تعتبره يطيح من المستوى الأدبي؟ تعتبره يطيح من المستوى الأدبي؟ من أين معنى أنا يخليني نمشي للجو آخر ما راش روحي فيه فهمت؟ معناتها ما تقبلش الراب حشوش وريشو، تقبل الراب اللي انت تكون عندك فيه التدخل كذا الاصلي. شو انا نقبل ولا ما نقبلش مش مهم، مش انا باش نعطي الفيزا معناها للراب باش يتغنى. موقفي انا الناس اللي تغني الراب بطريقه معينه هم احرار، هذيك طريقتهم في التعبير وما يشوفوش ارواحهم في بالفيناس يعني نوصل لهم. بالنسبه لي انا اذا كان باش نعمل اغنيه فيت مع رابر اخر ما نسمحش روحي باش نغني ونشارك بصوتي في أغنية فيها كلام نابي فقط. بس قلت أنت فنانة من زمن آخر ومن تراث آخر هكا ولا اليوم كيفاش قلت هذه قلتها في تصريح جكرا في جوهرة في فكرة سامي فوالا. أنت شفت جوهرة يا فهم من تراث آخر، واليوم اللي لاحظوا فيه اللي الجملة هذه قاعدة تعدل فيها، قاعدة تعمل في مراجعات شهرزاد أكشفت نحكيه شوية ولات قابلة الراب مطوع شوية متصور شوية التالي كنت لي قابلة ما عمليش الغناية ما عملش فيت مع ميدوزة منيش قادر تغير وأنا هذيك هي أنا يعني نتطور مع التطور الزمن مش واحد يكون ثابت زي يقعد كما هو معناها ما يتغير الجملة. قلت لك من الأول أنا نحب التلوين نحب التغيير في مسيرتي نحب نمشي للعوالم أخرى ما جربتهاش قبل، هذيك طبيعة في الاكتشاف نحب نكتشف معناها فوالا أنت على خاطر باختصار خاطر عندك كاسكيت الباحثة باهي. زوز الغنيات بالنسبة لك أنت تشافوا كما يلزم تشافوا بالكدا ما خذاوش حظهم كما ولا مع قادم الايام تو الناس تتبعهم معناها قراءتك انت للغوندو ما لعب الكليبات كيفاش تقرا؟ هما ساعة لمحالة انت روحي على الشام هبطت هي ساعة خليني نقدمها هي اغنية حالي توزيع اسامة المهيدي الاخراج نتاع الكليب عبد العزيز الديري بعدها بشهر تقريبا عندها جمعة اغنية اخرى يا حسر عليك ستيل اخر اغنية يعني يقولوا احنا حفالي فوالا يا حسر عليك بالجرافيك هكا ودنيا اي ستيل جديد زادة ما خدمتش قبل كليبات كيف من هكاكا حبيت نجرب النوع هذايا يا حسر عليك من كلمات جمال عيسى والحان ياسين دميلود توزيع خالد الكلبوسي اخراج كليب احمد الجريدي. شوف انا معناتها الاستراتيجيه نتاعي او الخطه نتاعي تقول انت شنو هي عندك استراتيجيه تخدم بها؟ الاستراتيجيه نتاعي هو اني نخدم اكثر ما يمكن الاعمال الجديده. نشوف روحي توا في وقت نتاع ثراء فني نتاع غزاره انتاج مش هذه برك يعني قريب قبل رمضان ممكن قداش مازالوا رمضان 15 يوم ممكن قبل رمضان فما اغنيه اخرى زاده باش تخرج بمناسبه حلول الشهر المبارك يا ربي ان شاء الله يكون مبروك علينا وان شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير. دونك هي سلسله من الاعمال باش تكون متواتره انتاج شركه يوشار برود. من بعد شنو هي معناتها الانطباعات العباد شنو هي رد الفعل نخلي هذاك على الله. لا انت تقرا تقول تيان هذه عملت 300,000 وكومنتارات وبارتاجات تراها الروندو هذاك مستحق ولا كانت تنجم تمشي اكثر من هكاكا ولا اقل؟ كل واحد قدم انا اليوم كي نقدم برنامج نمشي من بعد نعمل طلع على نسب الاستماع نقول لي هذه حلقه مميزه كانت تكون اكثر، قول لي هذه كذاك قول هذه اقل من عدد وهذاك هو كل واحد يقيم معناها. هي نقولها لك معناها بكل تواضع مش بكل غرور اعمالي تستحق باش تعدى في الاذاعات الكل وتستحق الدعم الاعلامي وتستحق كذلك انها تتشاف على ويكون ثم ردود فعل كبيرة من الجمهور التونسي. تبقينا هذا ماهوش متاح في كل وقت يعني مش واحد ينجم كل إميسيون ينجم يمشي يحضر فيها وكل إميسيون ينجم يمشي يوري وجهه ويقعد كل جمعة وهو في التلفزة، هذه حاجة مش متاحة معناها ومش متاحة يعني من رغبة الفنان من رغبة الفنان لأنه ثم حصص ممكن ما يسمحش روحي باش يكون موجودة فيهم ما نعرفش أنهم يقدمون لي إضافة وكذلك ينجم يكون كذلك شهر الزهرال مظلومه من ناحيه يكون تعتبر روحك مظلومه؟ نجم يكون هو انت شهر الزهرال على الاقل الحمد لله توا سافا معناها واحد زاد باش يظهر في الاعلام من غير ما يكون عنده جديد ما عندوش اعمال جديده زايد يعني حاجه تخمم توا تقول تعرف انت علاش كنت مظلومه اعلاميا؟
منعش اكيد تسال السؤال الروح خاطر انا فنانه مش نتاع باز مش نتاع يحضر باش يعمل هكا حادثه هذا باش الناس تولي تعلق وتحكي تعمل البس ما تحبش انا الشيء هذاك لا نعمل باز فني تعمل البس بصوتي بالحاني ها نقول لك اخر حاجه فكره سامي باي من الباساج هذاك كنت تعرف